السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الأطفال. نتعرف اليوم على قراءة الساعة. إذن قبل أن نتعرف قراءة الساعة، يجب أولا أن نتعرف على أنواع الساعات التي نستعملها في حياتنا اليومية. هناك الساعة التي تحمل أرقاما على هذا الشكل، نقول ساعة رقمية، إذن على شاشتها هناك أرقام. ثم هناك الساعة الأخرى التي في الجانب الآخر تكون على هذا الشكل، إما هذا الشكل أو هذا الشكل أو أي شكل آخر، وإنما تحمل عقارب، عقرب كبير يشير إلى الدقائق وعقرب صغير يشير إلى الساعات. إذن ننتقل الآن إلى كيفية قراءة الساعة. إذن كما تشاهدون الآن هنا ساعة ذات العقارب، هناك دائرة حولها أرقام من 1 إلى 12، ثم عقربين أحدهما يكون كبيرا والآخر صغير. فمثلا إذا أخذنا هذه الساعة، إذا كان الذي يجب أن نركز عليه هنا أنه إذا كان العقرب الكبير في اتجاه الرقم 12، فإن الساعة نقول تامة، ساعة تامة. يعني مثلا هذه الساعة نقول الثانية تماما، الثانية تماما. إذا أردنا أن نربطها بالساعة ذات الرقمية فإنها تكون على هذا الشكل، الثانية تماما، هكذا تكون هذه الساعة الثانية تماما. هذه الساعة الرقمية بالنسبة للساعة ذات العقارب تكون على هذا الشكل، الثانية تماما. فهم؟ ثم مثلا إذا أردنا أن نشير أن نجي ساعة أخرى، مثلا الثامنة تماما، الثامنة تماما. يجب أن يتوجه العقرب الصغير أو أن يكون العقرب الصغير في اتجاه الرقم 8. نقول هنا الساعة تشير إلى الثامنة تماما، وتقابلها الساعة الرقمية تكون على هذا الشكل، تكون هنا رقم 8، تكون هنا 8 وهنا صفرين. إذن هنا الثامنة تماما. إذن فهذه الساعة الرقمية تشير إلى الثامنة تماما، والساعة ذات العقارب تكون على هذا الشكل، يكون العقرب الكبير في اتجاه 12 والعقرب الصغير في اتجاه الرقم 8. مثلا إذا أردنا أن نشير إلى ساعة أخرى، مثلا نأخذ مثلا الخامسة، مثلا لاحظوا جيدا الخامسة، يجب أن يتوجه العقرب الصغير في اتجاه الرقم 5، والعقرب الكبير دائما يكون في اتجاه الرقم 12. نقول هنا نقرأ هذه الساعة، نقول الخامسة تماما. وفي الساعة ذات الرقمية نكتب هنا، يجب أن نكتب هنا الرقم 5. إذا فهنا هذه الساعة الخامسة تماما هي نفسها هذه الساعة ذات العقارب، مفهوم؟ ثم ننتقل إلى شكل آخر، أو هو عندما يكون العقرب الكبير في اتجاه الرقم 3. إذا لاحظنا جيدا، إذا وضعنا العقرب الكبير في هذا الاتجاه في اتجاه الرقم 3، نشاهد أن هذا العقرب قطع هذا الجزء، هذا الجزء إذا رأيناه فهو يمثل ربع هذه الدائرة، ربع، يعني نقول والربع، نقول والربع. فمثلا إذا أردنا ساعة مثلا الواحدة والربع، يجب أن يتواجد العقرب الصغير في اتجاه الرقم 1، ونقول هنا الساعة تشير إلى الواحدة والربع، الواحدة والربع، مفهوم؟ إذن وما يقابلها في الساعة الرقمية هو أننا هنا نكتب 1، ولكن الربع يجب أن نكتب مكانها، الذي يقابل والربع هو الرقم 15. نقول الواحدة والربع، الواحدة والربع. نعم، إذا رجعنا إلى هذه الساعة ذات العقارب نقول هنا الواحدة والربع. مثلا إذا أردنا أن ننشئ ساعة أخرى، إذا أخذنا مثلا أردنا مثلا السادسة والربع، مثلا السادسة والربع، يجب أن يكون العقرب الصغير في اتجاه الرقم 6، ونقرأ هنا السادسة والربع. وما يقابلها في الساعة الرقمية أحبائي الأطفال، يجب هنا أن نكتب 6. إذا نقول هنا السادسة والربع، السادسة والربع، السادسة والربع. نعم، إذا مثلا ساعة أخرى لكي نستفيد أكثر، سنمسح العقرب الصغير ونوجهه إلى رقم آخر، مثلا
نعم، مثلا 11 والربع مثلا وقت خروجنا للاستراحة في أيام العادية عندما نشتغل صباحا، عندما يكون العقرب الصغير في اتجاه الرقم 11 ويكون العقرب الكبير في اتجاه الرقم 3، نقول فإن الساعة تشير إلى 11 والربع وهو وقت خروجنا للاستراحة لتناول وجبة الإطعام المدرسي. وما يقابلها أحبائي الأطفال في الساعة الرقمية أن الرقم 6 يجب أن نعوضه بالرقم 11 هكذا. إذا هنا نقول 11 والربع، 11 والربع. أحبائي الأطفال، مثلا عندما تنتهي وقت الاستراحة ونقضي فيها 15 دقيقة من الاستراحة، فإن العقرب الكبير يتحول أو يتجاوز هذا الجزء ليصل إلى الرقم 6، فهو لا يبقى في مكانه. أحبائي الأطفال، فرأينا أنه عندما كان في الرقم 12 قلنا الساعة تماما، عندما وصل إلى الرقم 3 قلنا والربع. الآن إذا لاحظتم هذا الجزء فهو يمثل ماذا؟ يمثل نصف. إذا نقول والنصف، عندما يصل العقرب الكبير إلى الرقم 6 نقول والنصف. والنصف مفهوم. وما يقابله في الساعة الرقمية هو الرقم. نعم، من منكم يستطيع؟ نعم، جيد. نقول وما يقابل 15 والنصف في الساعة الرقمية وهو عندما يكون هناك الرقم 30. فمثلا هذه الساعة نقول 11 والنصف، 11 والنصف. إذا رجعنا إلى الساعة ذات العقارب وأردنا أن نمثل هذه الساعة 11 والنصف، يجب أن نضع العقرب الصغير. أحبائي الأطفال، انتبهوا جيدا هنا، لا يكون مباشرة مع الرقم 11، وإنما يتجاوز الرقم 11 ويتواجد بين 11 و12، يعني يتواجد بين الرقمين 11 و12، وهنا نقول 11 والنصف، فهو يتواجد في هذا الحيز. مفهوم؟ العقرب الصغير يكون بين الرقم 11 و12، لا يكون مقابل في اتجاه الرقم 11 ولا يكون في اتجاه الرقم 12. نقول هنا 11 والنصف. فمثلا وإذا أردنا أن نمثل ساعة أخرى أحبائي الأطفال، مثلا نقول الـ1 والنصف، مثلا يجب أن يتواجد العقرب الصغير بين الرقمين 1 و2، يكون يبتعد من 1 ويقترب من 2. نقول هنا فالساعة هنا تشير إلى 2 والنصف، وليس 1 والنصف، عفوا، وليس 2 والنصف، 1 والنصف. فعندما يكون العقرب الكبير في اتجاه الرقم 6، فإن العقرب الصغير يكون يتجاوز الساعة الحالية ويقترب من الساعة الموالية، يعني يتجاوز في هذا الحيز، يتواجد هنا، فهو ابتعد من الرقم 1 واقترب من الرقم 2. نقول هنا 1 والنصف. وما يقابل الساعة 1 والنصف في الساعة الرقمية هو أحبائي الأطفال هكذا: 1 والنصف، 1 30، 1 والنصف، وهكذا. ثم إذا أردنا مثلا أن نمثل ساعة أخرى، مثلا مثلا 3 والنصف، يجب أن يكون العقرب الصغير بين الرقمين 3 و4. نقول هنا الساعة تشير إلى 3 والنصف. وما يقابل الساعة 3 والنصف في الساعة الرقمية هو هكذا: 3:30، 3:30 دقيقة، أو 3:30. الآن إذا تحول أو تحرك هذا العقرب الصغير من الرقم ست العقرب الكبير عفوا من الرقم 6 إلى الرقم ووصل إلى الرقم 9، فإنه نقول الساعة تشير إلى 45 دقيقة. إذا وصل العقرب الكبير هنا، إذا كان في هذا المستوى وصل إلى الرقم 9، فإن نقول أن الساعة تشير إلى مثلا إذا أخذنا هذه الساعة، نقول إذا كان العقرب الصغير يتواجد هنا، عفوا
إذا كان العقرب الصغير يتواجد بين الرقمين 1 و 2، نقول أن الساعة هنا تشير إلى 1:45 وليس 2:45، 1:45. فهو أن العقرب الصغير ابتعد من الرقم 1 ووصل إلى الساعة الموالية، يعني فإن الساعة الموالية اقتربت من، لم يبقى إلا لها إلا ربع ساعة، إلا ربع ساعة، نقول هنا الثانية إلا ربع، ولكن لكي لا نخلط عليكم الأمور نقول 1:45. وما يقابل هذه الساعة في الساعة الرقمية أحبائي الأطفال أن الرقم و45 دقيقة هو 45، هكذا تكتب 45. فمثلا هنا الثانية أو 1:45 التي هنا 1:45 هي هذه 1:45، مفهوم؟ نعم. مثلا إذا أخذنا ساعة أخرى مثلا 6:45، يجب أن يكون العقرب الصغير أحبائي الأطفال بين الرقمين 6 و 7، ويقترب كثيرا من الرقم 7. إذا هنا نقول 6:45، ونعبر عنها في الساعة الرقمية، هنا نكتب الرقم 6، 6:45 و45 دقيقة، 6:45 دقيقة، 6:45. إذا أحبائي الأطفال هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تنتبهوا، وستحاولون الآن إنجاز التمارين الموجودة على الكتاب المدرسي.